من أرضية ميدان المرموم لسباقات الهجنة العربية الأصيلة تحفة الميادين، وتواصل أشواط صباح هذا اليوم في سن الإذاع، سن الإبداع والإمتاع في أشواط السوع والانطلاقات في تمهيد المرموم وختام تمهيد المرموم. مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع، ينطلق رابع الأشواط في هذا الصباح وهو الخاص بالجعدان لإذاع المهجنات الأصائل لتحمل شعارات يا أبناء القبائل أبناء الخليج القادمين إلى المرموم. نسير مباشرة إلى المراكز الأولى، شعار بن معتوق وشعار بن منانة يتصدران خيمة الشوط ويقود المشاركين راهي على المركز الأول. محمد بن سعيد بن حليس الزرعي يتقدم بالمركز الأول في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع، بينما ياتي في المركز الثاني المفتي لشامس بن معتوق العامري، بينما المركز الثالث في هذه اللحظات وياتينا عزام العلي بن سالم بن علي الرفيسة على المركز الثالث، بينما المركز الرابع يا سلام لحمد بن طالب بن شريم المري يتقدم في هذه اللحظات، يأتي في المركز الرابع، بينما المركز الخامس في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع هذا عزام يأتي، وسعيد بن سيف بن سعيد النعيمي يأتي في هذا الانطلاق، بينما دخول هناك في هذه اللحظات من مسموح محمد بن راشد بن غدير يتقدم في هذه اللحظات، بينما ياتينا في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل الشبابي الذي تدخل مشاهدينا الاعزاء الذي انطلق شبابي لعبد الله بن خليفه بن حاسوم الدرمكي والمركز التاسع، وهذا هو مفوض حمدان بن سعيد بن شعفور العويسي، بينما المركز التاسع تاسع المراكز تدخل في الواعي لسعد بن سالم بن سعد الفهيد المري، والمركز العاشر ما يخاف تعود ملكيته لمحمد بن حبروت بن سلطان الكتبي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا المسار وهذا اللقاء وهذا التحدي، مشاهدينا متابعينا الكرام الذي يسيطر على مقدمة الشوط ويقول ينطلق مشاهدينا الأعزاء راهي سالم بن سعيد بن منانة يتصدر المجموعة يتقدم في هذه اللحظات، يا سلام راهي وسالم بن سعيد بن منانة المتحدي الذي ينطلق بالمركز الأول يسيطر على مقدمة الشوط ويقود هذا المسار ويقود هذا الانطلاق، بينما يلي في المركز الثاني المفتي شامس بن معتوق العامري يتقدم على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث مسموح وراشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير يتقدم في هذه اللحظات مع مسموح على المركز الثالث، بينما المركز الرابع عزام ياتي في المركز الرابع، وعلي بن سالم الرفيسة الاكتبي يتقدم في هذه اللحظات على رابع المراكز، ياتينا بن حاسوم الشبابي عبد الله بن خليفة بن حاسوم الدرمكي على المركز الخامس. هذه الخمس المراكز الأولى التي تنطلق في هذا الشوط، بينما نشوف المجموعة الأخرى الخمس المراكز الأخرى، وهذا مفوض حمدان بن سعيد بن شعفور العويسي يتقدم في هذه اللحظات على المركز السادس، وبالضبيعة واصل اللي هو متعب محمد بن عبيد بالضبيعة الاكتبي على المركز السابع، أما المركز الثامن فواصل في ثامن المراكز ما يخاف محمد بن حبروت بن سلطان الاكتبي، والمركز التاسع اللي تقدم للواعي لسعد بن سالم بن سعد الفهيده المري، والمركز العاشر اللي وصل في هذه اللحظات مفوض الذي ينطلق في هذه اللحظات بخيت بن خليفة بن محمد بن خليفة العميمي. هذه النتيجة للعشر المراكز
في الجولة الأولى، في الجولة الأولى جولة السوع في سن الإذاع، في هذه الانطلاقات، في هذه التحديات الجميلة، ميدان المرموم وتمهيدي المرموم في هذا الاندفاع. يا سلام مسامح اللي انطلق بالمركز الأول، راشد بن محمد بن راشد بن غدير يتقدم بالمركز الأول، راهي في المركز الثاني، سالب سعيد بن منانة يتقدم على المركز الثاني على الانطلاق بهذا الأداء الجميل في هذا الاندفاع الكبير والرائع. بينما المركز الثالث الرفيسة يأتي مع المركز الثالث، علي بن سالم بن علي الرفيسة يقدم لنا عزام الشبابي في المركز الرابع، يا سلام وعبد الله بن خليفة بن حاسوم الدرمكي، يلا يلا الساعة لمن؟ الساعة الثمينة لمن؟ الفوز لمن؟ الناموس والنقطة وتسعيرة ومكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد لسن الإذاع والإبداع. اليوم الإبداع، راح الرفيسة، راح الرفيسة، راح في المركز الأول. يا سلام، وين وين وين؟ التل الزعفران، تل الزعفران، يا سلام يا سلام في الذيد، يا سلام اهالي تل الزعفران يبون السلام، ويا به السلام لهم الرفيسة من المرموم ومعودنهم الرفيسة وشعاره من الشعارات المشاركة المنطلقة المنافسة المقدم الإنجازات. تهانينا لأبو علي خلفان بن علي الرفيسة، التهنية الأولى الداعم والمؤسس لهذا الشعار في هذه الانطلاقات. هذا هو عزام ينتزع ساعة المهجنات الجعدان الأصايل الثمينة، وعلي بن سالم بن علي الرفيسة الاكتبي يتقدم بالمركز الأول، يتقدم في هذا بدون منافس على الإطلاق. يا سلام اللحظات الأخيرة، تهانينا وسلاماتنا لأهالي الذيد ولأهالي تل الزعفران في هذا الانطلاق، في هذا التحدي الجميل. يا سلام علي بن سالم بن علي الرفيسة الاكتبي، تهانينا والناموس على هذا الفوز بالمركز الأول. المركز الثاني اللي هو الشبابي لعبد الله خليفة بن حاسوم الدرمكي، والمركز الثالث وصل في العنيد، وصل في المركز الثالث عوض بن خلف البلوي اللي وصل في المركز الثالث. بينما المركز الرابع، رابع المراكز لعامر بن راشد بن سعيد البريص المري، والمركز الخامس، المركز الخامس مسموح راشد بن محمد بن راهد بن غدير. عودة إلى التوقيت الزمني، وهذا هو على شاشة التلفزيون عزام في هذا المسار وهذا الانطلاق. 7:35 ثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس مشاهدي العزاء لعلي بن سالم بن علي الرفيسة الاكتبي على هذا الأداء ما قدم مشاهدي العزاء عزام في هذا الشوط بالأداء الجميل. بينما توقيت المركز الثاني 7:42 بالوفاء والتمام الذي أتى في المركز الثاني الشبابي، تهانينا لعبد الله بن خليفة بن حاسوم الدرمكي على هذا الفوز بالمركز الثاني. بينما المركز الثالث 7:43 وأربع أجزاء من الثاني من أتى العنيد في المركز الثالث عوض بن خلف البلوي، تهانينا لجميع الفائزين.